আমি যদি কোনদিন পথ ভুলে যাই, হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও, মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সকল ক্ষমা করে দিও। আমি যদি কোনদিন পথ ভুলে যাই, হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও, মমতার। أنا عمير أبو دشة، طالب جامعي من أصول بنغالية ومن مواليد السعودية. وعدت نفسي ما راح أطلع من بنغلاديش إلا وأنا مستكشف بنغلاديش كامل. أحب الاستكشاف والمغامرة، وإذا حاب تستكشف معانا اشترك في القناة، ويلا خلك مع المقطع. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم يا حبايبي؟ أتمنى أنكم بخير. قبل كل شيء صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اليوم أنا متطوع في جمعية إيلاف الخيرية لدى الكويت في مخيمات اللاجئين، لكن التنفيذ من هيئة بنغلاديش لخدمات الإنسانية. باختصار الموضوع يا أخوان، اليوم إحنا في مخيمات اللاجئين عندنا توزيع سلات غذائية، الله يكون في عونهم، وإن شاء الله راح يرجعون لبلدهم سالمين وغانمين بإذن الله الواحد الأحد، والله يفرج عنهم. هذا هو شعار الجمعية الكويتية، وهذا هو شعار الجمعية البنغالية. ويا أخوان، إذا أي واحد حاب يتبرع ويدور جمعيات خيرية رسمية من الحكومة، عندكم هذه الجمعية، وأحط لكم رقمهم في الوصف، أو يقدر يتواصل معايا، وإن شاء الله بإذن الرحمن حيكون فيه توثيق أي واحد يتبرع. إخوان، حاليا عندنا 170 سلة غذائية جت من الكويت، هذه هي، وفي توثيق يا إخوان. في هذا الكرتون رز 8 كيلو، عدس 2 كيلو، سكر 2 كيلو، زيت لترين، معكرونة 3 بكت، ملح 2 كيلو، سمك مجفف 250 جرام، حليب لتر، طحين 2 كيلو، بصل 2 كيلو، رز مقلي 500 جرام، بطاطس 3 كيلو، مسحوق الفلفل الحار 100 جرام. وكذا السلة الغذائية كاملة وتكلفتها 120 ريال سعودي فقط. بعدها بيجون العوائل، كل واحد ياخذ حقه ويروح. هذا الحين حطوا فيها زيت، هذا لتر، لترين زيت ولتر حليب وكيلو الرز المقلي، هذا اهم شيء في السلة الغذائية في بنغلاديش. اخوان، هنا اول ما جيت في شخص كذا الله يشفيه يا رب، فما يقدر يتكلم ولا يسمع، فشخص مرة حبوب كذا أول ما دخل سوالي كذا. هذا الشخص الحين أوريكم أنا، وهذا هو، هذا هو. حبيبي والله حبيبي. أول ما شافنا على طول سوالي حركة هاي. جابوا الرز، يوزعون الرز على الكراتين، ما شاء الله شغل رسمي، ما في كلميني. هنا مكتوب اسم الجمعية. الحين بنسوي مقابلة شخصية مع رئيس هيئة بنغلاديش لخدمات الإنسانية، هو كمان برضو من مواليد الإمارات. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفضل الله سبحانه وتعالى يوم الخميس اليوم قد وصلنا الى مخيم رقم 5 في عند حدود ماينمار في محافظه كوكس بازار. فنقوم اليوم بتوزيع بعد السلة الغذائية عددها هنا من جميع الإلاف الخيرية لدى الكويت. والكويتيون دائما سباقون للخير، وهم ما شاء الله عليهم دائما يقفون بجانب المحتاجين والفقراء، وهذا من سماتهم الحسنه ما شاء الله. اللهم احفظ الكويت حكاما وشعبا وخاصه ايضا جمعيه الإلاف الخيريه، فهم تعاون معنا هيئه بنغلاديش لخدمات انسانيه، وانا قادم هذه الهيئه وندعو اخواننا ايضا تقفوا معنا. ثم هو ايضا هو بامس الحاجه ايضا مش السلة الغذائية فقط، ايضا بناء ماء، ولهم ايضا خير الناس ينفعون للناس.
يجي شخص من العائلة يشوف اسمه ويوقع هنا وبعدها يروح يجلس هناك. يا إخوان كل واحد يكون عنده بطاقة زي هذه فيجي ويوريهم البطاقة ويشوف اسمه موجود، إذا موجود يوقع بعدها يدخل جوا ياخذ له سله غذائيه ويجلس لما يشوفوا الكل استلموا خلاص، بعدها كل واحد ياخذ حقه ويروح بيته. الله يكون في عونهم يا رب والله يسهل امورهم يا رب. هون في ناس بيسالوني يعني قاعد اشوف ظروفهم وليش كذا مبسوط، ترى والله العظيم مبسوط لانه يوم ما جيت بنغلاديش كنت بتطوع، فالحمد لله لقيت فرصه اني اتطوع فالحمد لله. الله يكون في عونهم يا رب، وان شاء الله راح يرجعون لبلدهم يا رب، وإن شاء الله راح ينتهي الحرب والحمد لله. دائما أحمد ربك على النعمة اللي عندنا، هذا أنا دائما أقوله في كل مقاطعي، الحمد لله ثم الحمد لله. سعيد بسرعة معنوش. فيا إخوان على فكرة هذا الرجال الطيب كان تقدر تقولون كان رئيس في بورما، يعني رئيس منطقتهم زي كذا، عمدة تقدر تسمونه. فشوفوا الله ان شاء الله ان شاء الله دوا قريبا ان شاء الله الله اريد تفرغن ان شاء الله 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 ان شاء الله. ما خلاني اكمل كلامي انا، المهم الرجال هذا كان عمدة او شيء، قال لي الليدر، قال لي مازي ما ادري ايش، ما فهمت كلمته، لكن يعني كان عمدة او قائد في منطقة عندهم في بورما. فشوف سبحان الله كيف تغير الوضع والحين هو لاجئ، سبحان الله ما تعرف متى رب سبحانه وتعالى يغير وضعك من حال الى حال. يعني سبحان الله في يوم وليلة ممكن تصير غني وفي يوم وليلة ممكن تصير فقير، ما تدري. فدائما احمد ربك على النعم اللي عندك وحاول تساعد الفقراء والمساكين، لعل دعوة واحد يرفعك أو ينزلك، ما تدري أيهم أقرب إلى الله، ما تدري مين الشخص أقرب إلى الله. فممكن إذا تساعد واحد، ما أقول إنك تتبرع بجمعيات ولا لا، حتى لو شفت شايب في الشارع لو تساعده بإذن الله الواحد الأحد، ممكن دعوة هذا الشخص يرفعك درجات عند الله ويرفعك في الدنيا. خلي يشرح لك. ايه فهمت، هو عنده 4-5 اخوان، هم 4 ما يقدر يتكلموا، هو واحد اللي يقدر يتكلم، فهو واحد من ضمن 4 اللي ما يتكلموا. ايه ما الله يشفيه يا رب، أصم وأبكم. إيه أصم وأبكم. إيه الله يعينك يا الله. نظن إيه حتى ما يعرف يكتب، ولا لو كان يعرف يكتب كان قدرنا نعرف اسمه. من هنا ورا مصرونه الحمد لله. إيش المهم إن شاء الله بإذن الرحمن الله يرزقك الجنة، والله شخص مرة طيب. في كمان أدوات الغسيل، ما أدري من أي جمعية، هذول واقفين هنا كل واحد يستلم واحد ويروح، ما أدري من أي جمعية، لكن جمعية إيلاف عندهم توزيعين اليوم. التوزيع الأول هو من جمعية إيلاف 110 سلة غذائية، والتوزيع الثاني 40 سلة غذائية برضو من جمعية إيلاف لكن باسم شخص، الله يجعلها في ميزان حسناته، في ميزان حسنات كل من يشارك في عمل خيري، الله يجزاهم خير. يا أخوان هذا الشخص حافظ قرآن، ورغم الظروف سبحان الله حفظ كلام الله 30 جزء، يعني هذا ممكن عنده ظروف في الدنيا وفقير، لكن هذا أفضل مني ومن الجميع اللي موجودين هنا عند ربي سبحانه وتعالى، فإيش تبقى أفضل من كذا؟ أنا أريد دي ما نجمش ذلك كلها بقينا ترى الله ليك، أنا بقينا ترى بس أنا أريد الدنيا ما نطق السنة دي الله ليك، أنا بوت كيسو جن حسن. الرحمن الرحيم، بفضل الله سبحانه وتعالى وقد وصلنا اليوم مخيم الخامس في بنغلاديش،
على حدود ماينمار للإخوان الروانجين، نقوم بتوزيع الدفعة الأولى 110 سلة غذائية. الحين يا أخوان كذا وزعنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله إني مبسوط وفي نفس الوقت حزين. اللهم لك الحمد، الحمد لله ثم الحمد لله، الله يجعلها في ميزان حسنات كل من شارك وكل من ساهم. شوفوا يا اخوان هذا الرز اللي ما شاء الله تبارك الله، الرز نظيف مثل البلح، الحمد لله. شكرا شكرا يا فرد، شكرا الله يميلك. قاعد تشكرنا والله العظيم، الله يجزاه خير، والله مره انبسطوا، والله هذه اكبر وحده شفتها انبسطت لما اعطيناها الرز. هذه منظمه ثانيه وزعوا عليهم ايش اسمه هذا، ادوات الغسيل. كل انت تكتب ادوات الغسيل، صابون و ايش هذا، هذا شنطه ما ادري ايش، وفيها فلاش. كذا تم توزيع الدفعة الثانية الحمد لله ثم الحمد لله. فأي واحد حاب يدعم الرقم تحت تقدر تتواصل، والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا ربي لك الحمد. وكذا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تعطوني لايك وشير وسبسكرايب، بنوصل 30,000 مشترك في أقرب وقت. يا إخوان طولنا في ال 20، لما ندخل 30 بسرعة بأقرب وقت. ولا تنسونا من الدعم، ونشوفكم في مقطع جاي.